عودة الحركية إلى المشهد السياسي بعد أن شهدت ركودا فترة غياب الرئيس تبون. لقاءات أجراها عقب عودته مع قادة أحزاب ينوبون عن تيارات فكرية مختلفة، وصفها المراقبون بأنها بادرة لحل النزاعات الإيديولوجية. أهم هذه المواعيد هي الانتخابات التشريعية التي من المقرر ومن المنتظر أن تكون شهر جوان على المقبل على أقصى تقدير، من أجل يعني إيجاد خارطة سياسية جديدة. هناك بعض الأحزاب صحيح أنها استبعدت في هذه المرحلة من هذه المشاورات، والسيد الرئيس لديه أكيد مسببات هذا الأمر. ورغم التغييرات العميقة التي جاء بها مشروع الانتخابات والصلاحيات الكبيرة الممنوحة للجنة مراقبة الانتخابات، إلا أن المحللين السياسيين يرون أن القضاء على ظاهرة العزوف عن الانخراط في الأحزاب السياسية من قبل النخبة تتطلب منح ضمانات أكثر. أسأل السلطة الآن والدولة الآن أنها تقدم الكثير من الضمانات أيضا. صحيح أنه لجنة العرابة لما جاءت بها المقترحات قدمت، من بين ما قدمت من اقتراحات هي هذه الضمانات وهذه الصلاحيات الكبيرة والواسعة التي منحت لها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات. أعتقد أنه واحدة من الضمانات التي من شأنها أن تسمح باستقطاب النخبة من أجل المساهمة في العمل السياسي مستقبلا. استبعاد ممثلي الأحزاب العتيقة التي تشكل الأغلبية الساحقة في البرلمان من اللقاءات الأخيرة التي أجراها الرئيس تبون اعتبرها البعض استجابة لمطالب الحراك في محاولة لإيجاد تكتلات جديدة تمثل مختلف أطياف الشعب. رئيس تبون هو بعد ما دستر الحراك هو يستجيب لمطالب الشعب. الأحزاب القديمة هي كانت مرفوضة من طرف الشعب، ولهذا لا يريد إرضاء الشعب بصفة عامة، ولهذا استقبل الأقطاب أو الأحزاب ذو الأيديولوجيات المختلفة. رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخاب أحمد العرابة صرح بدوره أنه عرض على الرئيس تبون التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي تلقتها اللجنة من طرف الأحزاب السياسية بخصوص ذات المشروع. من الجزائر، سارة بانا، اليوم.